اليوم انا جايه شركه خديجه اوكي اليوم انا جايه الشركه اخريه امنه اليوم انا جايه الشركه وعندي تحدي لغز بشوف انه مين يقدر يحلها. تعالوا شوفوا معايا. اوكي زي ما تشوفوا هنا عندي 5 كاسات 1 2 3 4 5 اوكي، والتحدي انه لازم الثلاثة اللي بالنص تتعبى، شرط انه بس واحدة تتحرك. اوكي اسامة عندك 5 كاسات هنا صح؟ اوكي هل تقدر تعبي الكاسات اللي بالنص؟ والشرط بس تقدر تحرك كاسة واحدة، بس تحرك كاسة واحدة وتعبي اللي بالنص كلهم، كيف؟ اقدر احرك كاسة واحدة؟ بس تقدر تحرك كاسة واحدة وعندك one move only، عبي اللي بالنص كيف؟ اذا اخذت اللي في الوسط هذا كيف انت يصير؟ كيف يعني؟ لا ما يصير كذا وسط بسرعة لا كاسة واحدة والله سهلة، بس دحين جالي لاق منك. ما عرفتها صح؟ ما عرفت. خلاص الحين بنجرب خديجة ونشوف مروان يقدر يحلها. اوكي؟ طيب. باي. واو ساكم. اوكي مروان عندك 5 كاسات هنا. ايوه. اوكي؟ واللغز انك تعبي الـ3 كاسات اللي بالنص، بس الشرط انك تقدر تحرك كاسة واحدة فقط. عندك one move only. يعني بس احرك كاسة واحدة واعبيها كلها. اللي بالنص لازم تكون معبية، كيف؟ تحرك واحدة لازم تكون في النص معبية؟ ايوه. طيب لا غلط 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 لحظة انا عرفت غلط بس نرجع كذا رجعها زي ما هي. يس اوكي ايش هذا؟ عبيت اللي في النص لا غلط غلط بعدين ليش تلعبون في الرمان ذا حقي؟ بعدين ليش تلعبون في الرمان ذا حقي؟ انا اشرب تلعبون فيه ليه؟ وعبي اللي في النص عبي مين يا ابراهيم؟ غلط غلط اسامه خلاص بنشوف خدمتك اوكي خديجة اللغز اليوم انه عندك 5 كاسات ولازم الـ3 كاسات اللي هنا تكون معبية اوكي وعندك اللي بالنص 3 اللي بالنص ايوه هذه أيوة. وهذه لا 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 اللي بالنص اقول لك خديجة ايش هذه 1 2 3 هذه لازم تكون معبية طيب يعني ايش تسوي خطوة واحدة انك تخلي اللي بالنص معبية عندك بس خطوة واحدة تقدر تحركي كاسة واحدة فقط بسرعة كاسة واحدة قلت لك تقدري تحركي بس كاسة واحدة تحركي وعندك خطوة واحدة بس وتعبي اللي بالنص عبي هذا فل؟ لا تعبي اللي بالنص هذولا كامل يعني تجيبي اللي بالنص معبية لا خديجة بس تقدري تحركي كاسة واحدة تدري ايش اللي يزعل؟ ايش هي غبية حتى لو غششتها ما تعرف ماني شايفة ماني لابسة نظارة دقيقة دقيقة سامعين عيد سامعين عيد سامعين عيد 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 بسرعة تجي الغبية ما ادري ايوه 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 صح 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 لا خديجة والله غلط صح والله صح غلط صح 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 والله غلط صح غلط اي أيوة والله غلط ما اوكي فطلع ما حد قدر يحلها، إذا تعرفون الحل اكتبوا بالكومنت. اوكي والمشاركة الأخيرة إبراهيم. إبراهيم عندك 5 كاسات هنا، اوكي؟ واللغز إنك لازم تعبي الكاسات اللي بالنص الثلاثة، والشرط إنك تقدر تحرك كاسة واحدة فقط. كلها فل يعني؟ لازم أيوه تخليهم معبية، كيف؟ بس عندك موف واحد. ايش غلط كيف طيب ايش عارف مو واحد ابغى الثلاثه اللي في النص يكونوا فل ايوه مو لازم اوكي ما فهمت معلش انا قصدي اللي في النص يلا يا
يعني انت لازم الدور الثلاثه يكونوا فل. ابغى ثلاث إيه في النص يكونوا فل في النص. ايوه بانك دقيقه اسمكك. اسويها ترى انا غششت اسامه وسام. بسرعة انا كنت اعرف بس اعطيتها الفرصه. لازم الثلاثه في النص تكون. ابغى ثلاثه في النص يكونوا فل. انت لسه سويته صح بس عندك ثلاث واحد ايوه صح صح هنا ايوه اوكي. ما لسه اسكت. طيب دقيقه بس بتطلع لي. قربته خلاص بالاول اقول ثلاث في النص يكونوا كل. ايش سوى؟ ايش سوى؟ او ماي جاد ايش سوى؟ يعني هي ما يبغى لها ذكاء. يا مروان الفرحة اللي أنا حاسس بيها. مروان تعال يا حبيبي. خطوة واحدة. ايش هي؟ تعال بس طالع عشان ايش؟ أعلمك المستقبل.